ما شاء الله أمورك ممتازة. عم أهتم بحالي منيح يا بنتي، كل يوم عم أعمل رياضة، عم أفتح عيوني وسكرهم طبعاً غير حنكي ولا لحظة بيدها. شكلي مطولي لسه، راح ضل عم أعذبكم. لا تحكي هيك خالي، الله يطول بعمرك. خلص تكرم عيونك، راح ضل وأرقص بعرسه لعلي. ليش عم تضحكي؟ أنا أصلاً شايلي بطارية الساعة كرمال ضل موقفي الزمن لوقت ما بدي. أوعك تقولي لحدا انتبهها. خلص بعد ما بقول. شايل البطارية قلتيلي. ماشي، لكان رح خلي الدكتور يكتب لك الأدوية اللي خلصت. إيه بس الله يخليكي، بلا إبر ما عاد تتحملهم ولا طلعولي روحي، ما عاد بدي ولا إبر. ماشي، أصلاً خلصتي الإبر تبعك، لا تخافي. ليكو العريس وصل. بيب بيب. علي كيفك؟ اسمع شو بدي قلك، في عندي رفيقة عندها صبي أكبر منك بشوي صغير، إجوا سكنوا عندي هالفترة، شو رأيك أخدك لعنا شي يوم تلعبوا مع بعض؟ وليش هيك عم تزملها بشفايفك؟ ما عجبك؟ روح بتتسلى مع الصبي. ولا يهمك، يلا عن إذنك. ماشي بنتي، مع السلامة، الله يرضى عليك. عليك العافية. مساء الخير. مساء النور. ألو فاطمة، بدك جيب لك شي وأنا جاي؟ إيه بسيطة، رح مر على السوبر ماركت بطريقي. يلا باي. هلا ابني حبيبي، اللي جوعان شي على بالك أعمل لك أكل؟ فطاير. فطاير؟ إيه ماشي تكرم، بس بشو بدك ياهن؟ شو، بلحمة ولا بطاطا ولا بجبنة؟ نفس تبع جنول. نفس تبع جنول؟ زيتون. زيتون قلت لي؟ بالزيتون؟ بدك فطاير بالزيتون؟ لعيوني على راسي. يلا